السلام عليكم ورحمة الله. بعد ما حكينا كيف بنحل equation في بقلبها absolute value، بهيدي السيشن بدنا نحكي كيف بدنا نشتغل inequality أو in equation في بقلبها absolute value. بطبيعة السؤال هيكون find the set of solutions of the given of the following inequalities, for example, of the following inequalities. هنبلش بأول sample ممكن يمرق معنا على absolute value فيها inequality واللي هي بهذا الشكل. For example, absolute 2x minus 3 less than or equal to minus 5. يعني عندي absolute value لل 2x minus 3 is less than a negative number، ولكن نحن بنعرف انه ال absolute value مستحيل يطلع negative. فبمجرد ما نشوف انه عندي absolute value ل quantity less than a negative number، لانه ال minus 5 هي negative number، فاذا هذا الحكي impossible او has no root او has no solution. هذا الحكي ما بينحل، هذا الحكي غلط، يعني هذه الإكويشن ما بتنحل. إذا كان عندي for example equation أو inequality بهذا الشكل absolute x minus 2 less than 3، الشيء اللي بدنا نعمله بهذه الحالة absolute x minus 2 less than 3، the 3 is a positive number، فإذا هذه الإكويشن ممكن أن تنحل. الشيء اللي بعمله بشيل الـ absolute value، يعني بصير عندي x minus 2 لحالة less than 3، بنقولها مثل ما هي، ولكن من عندي بروح على تاني ميل بزيد sign اللي هي greater than بهذا الشكل، وباخد هذا الرقم ذاته ولكن بحط قبله minus، فهيصير عندي minus 3 بهذا الشكل. ولكن هون بالفعل نحن شو عملنا؟ نحن قلنا انه الـ x minus 2 بدها تكون بين الـ minus 3 والبلس، ولكن بس يقول لي بالسؤال find the set of solutions. set of solutions يعني أنا بدي الـ values المسموح تكون موجودة للـ x مش للـ x minus. طيب نحن هون عندنا الـ x minus 2، ولكن بالفعل أنا بدي الـ value للـ x مش للـ x minus، عشان هيك بشتغل شيء بالعكس. فإذا إذا عندي الـ x minus 2 فبزيد 2، يعني I will add 2، بدي زيد 2 على كل هودي. يعني بالنتيجة الـ x minus 2 إذا زدت عليها 2 حتصير x less than 3 إذا زدت عليها 2 حتصير 5 greater than minus 3 إذا زدت عليها 2 حتصير minus 1. فإذا الـ x بدها تكون بين الـ minus 1 والـ 5. مثل ما منتبهين أنا ما قلت إنه x بتساوي هالقد، إنه x بتساوي رقم، عشان هيك السؤال ما قال لك find the solution، لأنه ما عندي solution وحيد. بمجرد عندي inequality يعني عندي set of solutions، مجموعة حلول، فبنسميها S equal الـ x بده تكون بين الـ minus 1 والـ 5، يعني بتنطلق من الـ minus 1 وصولا لعند الـ 5. الـ x أكبر strictly من minus 1، فإذا هيكون عندي open interval، وless than strictly من 5، فإذا كمان عندي open interval على ميلة 5، فإذا هيدي هي set of solutions لهيدي الانيكواليتي. إذا كان عندي inequality for example بهذا الشكل absolute value of minus x plus 3 less than or equal to 2 for example. فإذا الشيء اللي بدنا نعمله مثل ما قلنا بشيل الـ absolute value، هيصير عندي minus x plus 3 less than or equal to، بتصرف مع less than or equal نفس طريقة less than، نفس الشيء، ولكن الفرق بالانترفلز. فإذا هون الانترفل بكون open، بال less than or equal هيصير الانترفل closed. فإذا نزلت هيدي مثل ما هي، ولكن بزيد من عندي، بزيد من عندي greater than or equal، هذا الرقم بياخده مثل ما هو ولكن بحط قبله minus، فإذا minus. طيب نحن شو قلنا؟
أنا معي الفاليو of minus x plus 3 ولكن أنا بدي الفاليو لـ x. أول شيء بدي أعمله بدي أخلص من هذه الـ 3. طيب إذا هي x plus 3 أو minus x plus 3 بدي أخلص من هذه الـ 3 فبنقص 3. فإذا we subtract 3. فإذا إذا هذه الـ 3 نقصت منها 3 حيصير بالنتيجة عندي minus x less than or equal 2 minus 3. 2 بدي نقص منها 3 حتصير minus 1. وبتاني ميلة minus 2 minus 3 حتصير minus 5. فإذا طلع معي إنه minus x هي بين minus 5 والminus 1. ولكن نحن بالفعل بدنا الفاليو للx مش للminus x. فإذا أنا عندي minus x وبدي أحصل على الx، الشيء اللي بعمله إني بضرب بminus 1 لأنه minus times minus is plus. أو بضرب بماينس. فإذا ماينس x حتصير x، الماينس 1 لح تصير 1، ولكن بس أضرب بماينس دايما بقلب الإشارات، دايما بقلب الانيكواليتي. يعني الماينس 1 حتصير بلس 1 ولكن محلها حيصير باللور باوند، يعني هون الماينس 5 حتصير بلس 5 ولكن محلها حيصير. فإذا x هي بين ال 1 وال 5، يعني set of solutions هي من ال 1 وصولا لعند ال 5. ال 1 مسموح انه يكون لانه ال x اكبر او بيساوي، فاذا ال 1 داخل يعني closed interval على ال 1، ونفس الشيء بالنسبه لل 5 بهذا الشكل. فاذا هذا الفرق بال set of solutions، بس يكون عندي less than strictly. هون عندي sign less than strictly، less than strictly هذا الشكل، بينما هون عندي less than or equal هذا الفرق. الانترفال كان هون opened، هون الانترفال صار closed. أيضا إذا كان عندي equation مثل هذا الشكل، equation number 4 absolute value of minus 2x plus 3 less than or equal 2، فالشي اللي بدنا نعمله شيل الـ absolute value. فإذا minus 2x plus 3 less than or equal 2، وبزيد من عندي greater than or equal minus 2. أول شيء بدي أعمله بدي أخلص من هيدي الـ plus 3. لحتى أخلص من الـ plus 3 بنقص 3 من كل هيدي الـ boundary. فإذا minus 3 from all the terms، فإذا هيدي حتروح بالنتيجة، يعني minus 2x less than or equal 2 minus 3 حتصير minus 1، minus 2 minus 3 كمان حتصير minus 5. شو عندنا هون؟ عندي minus 2x. أول شيء بدي أعمله بدي أخلص من هيدي الماينس. فإذا هيدي الإكسبرشن كلها، هيدي الباوندري لح أضربها ب minus 1. فإذا minus 2x حتصير 2x، الماينس 1 رح تصير 1 ولكن بده يتغير محلها لاني عم بضرب بماينس، فاذا 1. سيميلارلي الماينس 5 رح تصير 5 ولكن على تاني. طيب طلع عندي 2x ولكن انا بالفعل بدي الفاليو للx. طيب الx مضروبه ب 2 لاخلص من هيدي ال 2 فبقسم على 2، فاذا كل هيدي الباوندري ديفايدد باي 2. 2x نقسمها على 2 حيضل عندي x بالنتيجه less than or equal 5 over 2 اللي هي 2.5، 1 over 2 اللي هي 0.5. فإذا set of solutions هي من 0.5 وصولا لعند 2.5، وعندي أصغر أو بيساوي، فإذا الرقمين included يعني عندي closed interval. الشيء اللي بدنا نشوفه هلا كيف بدي اشتغل inequality ولكن greater than or equal مش less than or equal. عندنا الإكويشن نمبر 5 اللي هي موجودة بهذا الشكل absolute x minus 2 greater than minus 1. عندنا absolute لكوانتيتي شو ما كانت هذه الكوانتيتي، أكبر أو بتساوي negative number، ولكن نحن already بنعرف أنه الـ absolute value دائما positive،
يعني هي أكبر من زيرو. فإذا هي أكبر من زيرو طبيعي تكون أكبر من any negative number. فإذا بمجرد ما نشوف هيك بدنا نحط إنه set of solutions هي كل الأراء. يعني هون أنا ما عندي مشاكل أبدا بهيدي الإكويشن. يعني شو ما بحط value للأكس لح يطلع الأبسوليوت هذا الشكل greater than minus 5 لأنه absolute يعني أكيد positive. فإذا set of solutions هي كل الأرقام يعني من الماينس انفينيتي للبلس انفينيتي. أو فينا نحط set of solutions هي set R كل يعني كل الأرقام ما عندي أي مشكلة فيها. إذا كانت عندي الإكويشن بهذا الشكل absolute x minus 2 greater than or equal 2, الشيء اللي بدنا نعمله هون شيل الابسوليوت فاليو. فاذا x minus 2 greater than or equal to, ولكن بالفعل عندي حل تاني. فاذا بدي حط or لانه في عندي solution تاني, باخذ x minus 2 مثل ما هي ولكن الانيكواليتي بقلبها, يعني greater than بتصير less than, وهذا الرقم باخذه مثل ما هو ولكن بحط قبله minus. او فينا نفهمها بطريقة منقول انه الرقم اللي جوات الابسوليوت اكبر من الكبير او اصغر من الصغير, لانه بطبيعه الحال النيجاتيف هو الصغير والبوزيتيف هو الكبير, والباقي حل انيكواليتي عادي. يعني الماينس 2 ببعتها لهون, يعني الاكس اكبر او بتساوي 2 بلس 2, يعني اكس جريتر ذان اور ايكوال تو 4. نفس الشيء هون ماينس 2 ببعتها, يعني اكس لس ذان اور ايكوال ماينس 2 بلس 2, يعني x less than or equal to 0. فإذا صار عندي two solutions هون أو two set of solutions لهن هودي. فإذا set of solutions هي شو يعني الx أكبر أو بتساوي 4, يعني ممكن أخذ ال 4 ال 5 ال 6 وصولا من ال plus infinity. فإذا from 4 till plus infinity, ولكن أكبر أو بيساوي, فإذا ال 4 لح تكون closed وعلى الانفينيتي دايما up. كلمة or بتعني بالانترفال انه عندي يونيون x اصغر او بتساوي صفر. شو يعني؟ يعني ممكن يكون 0 minus 1 minus 2 وصولا لعند الماينس انفينيتي. فاذا minus infinity till 0 والزيرو اكيد داخل. فاذا بهذا الشكل هيدي هي set of solutions. example تاني, إذا كان عندنا for example بهذا الشكل, x minus 3 in absolute value greater than or equal to 6, أو خلينا نأخذها greater than strictly لنشوف شو هو اللي حيفرق. greater than strictly طريقة الشغل نفس الشيء, شيل ال absolute value. فإذا x minus 3 greater than 6 or x minus 3 نفسها less than هذا العدد نفسه ولكن بحط قبله minus. فإذا minus 6 minus 3 اللي هبعتها على تاني ميلة. فإذا x greater than 6 plus 3 or x less than minus 6 وببعت هيدي لهون هتصير plus 3. فإذا as a result لح يطلع عندي انه x greater than 9 or x less than minus 3. فإذا the set of solutions is, إذا الx أكبر من 9 يعني ممكن تكون 9 10 11 وصولا إلى plus infinity. فإذا from 9 till plus infinity, ولكن ال 9 هون عندي أكبر strictly. فإذا ال 9 مش داخلي يعني open على ال 9 وأكيد على infinity open. بما أنه عندي or فإذا هذا تتحول لunion. الx less than minus 3 يعني from minus infinity لعند ال minus 3, وال minus infinity كمان مش داخله. فإذا open interval عليه. إذا كان عندي equation أو inequality عفوا بهذا الشكل, equation number 8 absolute minus x plus 2 greater than or equal to 3. فإذا مثل ما قلنا بدي شيل الابسوليوت فاليو. فإذا minus x plus 2 greater than or equal 3
or minus x plus 2 less than or equal to minus 3. يعني أكبر من الكبير أو أصغر من الصغير. plus 2 رح أبعتها على تاني ميلي، نفس الشيء الـ plus 2 هون، فإذا رح يصير عندي minus x greater than 3 minus 2 minus x less than، أكيد بدنا ننتبه إنه بياخذ الـ x مع إشارتها، يعني minus x بدها تنزل minus x مثل ما هي. minus x less than minus 3 minus 2 يعني الـ minus x greater than or equal to 1 minus x less than or equal to minus 1. هون بدنا ننتبه لرول بسيطة، إنه أنا معي الـ minus x ولكن بالفعل أنا بدي الـ x، ففينا مثل ما نعمل مثل ما عملنا قبل إنه نضرب بماينس، أو بكل بساطة هيدي الماينس بنقلها على تاني ميلة، فإذا حتصير x هيدي الميلة على تاني ميلة minus 1، ولكن فورا بقلب الـ inequality يعني حتصير less than or equal. بمجرد نقلت الماينس من ميلي لميلي وعندي inequality فبدي اقلب هيدي الانيكواليتي. نفس الشيء بهيدي الحالة، هيدي الماينس فيني روحها مع هيدي الماينس، يعني بالفعل كأني ضربت كل هالانيكواليتي بماينس، فإذا حتصير هوني x هون حيصير عندي 5 ولكن كمان بقلب الانيكواليتي. فإذا set of solutions بالنتيجة حتصير إذا less than or equal to minus 1 يعني from minus infinity till minus 1 وال minus 1 داخلي الاور بالنتيجة حتصير union greater than or equal to 5 يعني from 5 till plus infinity وال 5 أكيد داخلي، فإذا this is a set of solutions. إذا كان عندنا for example بعد inequality بهذا الشكل minus 2x plus 3 greater than or equal to 1، فإذا بدي شيل الـ absolute value رح يصير عنا minus 2x، فإذا absolute minus 2x plus 3 greater than or equal to 1، الشيء اللي بدنا نعمله بدنا نشيل الـ absolute value يعني minus 2x plus 3 greater than 1 or minus 2x plus 3 less than or equal to minus 1. فإذا minus 2x رح نبعت ل plus 3 هتصير minus 2، ونفس الشيء بدي ابعت ل plus 3 بهيدي ال inequality، فإذا حيصير عندي minus 2x greater than or equal to 1 minus 3 و minus 2x less than or equal to minus 1 minus 3. فإذا minus 2x greater than or equal to minus 2 and minus 2x less than or equal to minus 4. ولكن بالفعل هون عندي minus وهون عندي minus، كمان هون عندي minus وهون عندي minus، فينا نتخلص من هيدي الماينس ولكن بشرط اني اقلب الانيكواليتي، فاذا حيصير عندي 2x وهيدي الميلي 2 ولكن الانيكواليتي بدها تنقلب. نفس الشيء هون 2x عتاني ميلي 4 ولكن كمان الـ inequality بدها تنقلب فحتصير greater than or equal. As a result الإشارة بين الـ 2 والـ x هي times هي ضرب، فإذا بدي أبعت الـ 2 على تاني ميلي حتصير division يعني x less than or equal to 2 over 2 يعني x less than or equal to 1. نفس الشيء هون x greater than or equal to 4 over 2 فإذا x greater than or equal to، يعني set of solutions إذا عم قول less than 1 يعني from minus infinity till 1 والor يعني حتصير union greater than or equal to 2، فإذا من عند ال 2 وصولا لعند ال plus infinity أكيد ال 2 داخلي لأنه عندي greater than or equal بهذا الشكل.